يا أخوانا كبروا الله، سألوا الله العافية للمسلمين مما يراد بهم كيدا وشرا من أعدائهم ومن أنفسهم وأبناء جلدتهم ودعاتهم إلى أبواب جهنم. أما شر أعدائهم والكيد الذي يراد بهم من أعدائهم ما تعلمون من البيت الأسود وحلفه اللعين من الكافرين والمنافقين. هذا حلفهم بين العداء للمسلمين، صحيح؟ وأنا أعجب أن بعض من تظن به العقل والفهم والحلم بيقول لك أمريكا ما ليس لها حاجة في الشام وما تدخلت أبدا ولا بتتدخل في شيء. أنا أعجب، يعني هذا الرجل سكران، يعني في إغلاق، ولا يعني يعقل ما يقول؟ فاستعيذوا بالله من شر هذا، يعني هذا واضح بين. الثانية أننا نعوذ بالله من شرور ناس من جلدتنا، منهم علماء ضلالة كالذي سميته لكم اللي هو القرضاوي ومن معه، داعي فتنة وداعي ضلالة وكذب، لا أذكر إذا حدثتكم في درس خلا أن أحد المؤمنين من فلسطين قال لي اتصلت بالقرضاوي قبل نحو من شهرين، قال ويعني ذكرته بالله وقلت له يا شيخ يعني هذا الذي فعلته آذى المسلمين وهذا يعني لا يرضي الله وهذا وهذا. فكان الرجل الذي كلمني قال عجبت أن القرضاوي كان يسمع ولا يردني ولا ينهاني ولا يصوبني ولا يجيبني، حتى قال له في آخر المكالمة أنا مريض تعبان. قال لي الرجل أظنه في ضغط، يعني مضغوط عليه، يعني هو يعني حرمة، امرأة لا تملك أمرها، شو يعني مضغوط عليه؟ رئيس اتحاد علماء المسلمين، شو يعني مضغوط عليه؟ شو يعني مضغوط عليه؟ عبد مملوك؟ رئيس اتحاد علماء المسلمين، وما يدريني أن سائر الفتاوى مضغوط عليه، اللي في الحج وفي الصيام وفي الصلاة وفي الزكاة كان مضغوط عليه. فإن كان عبدا مملوكا فلا يفتي المسلمين حتى يخرج من قيده وضغطه ثم يفتي المسلمين من حريته التي يدعو إليها، واضح؟ ثم كما قلت لك من هذا الفريق اللي هو الاتحاد ومن معه، يعني الآن تعال أخي لو اتصل بي رجل كان أو ما زال يظن بي خيرا وقال لي يا ابن إبراهيم هذا الذي تقوله وتفعله لا يصح بحال وهذا باطل، يعني مقامك من الفتنة في المسلمين اليوم والنهي عن دماء المسلمين وعن والأمر بكف اليد هذا لا يصح يا ابن إبراهيم، ما ظنكم به؟ ده كله عيان، ده كله مريض، وفكرك يلبث معاه يعني ربع ساعة وأنا أنتظر منه حتى يظن السائل أني مضغوط علي أو أن الأمير زعلان ومش قادر أنا أتكلم في هذا، بتظن هذا الكلام وأنا لست رئيس اتحاد علماء المسلمين ولا شيء من هذا، وانت بتظن انك لن يملك احد ان يقول لي هكذا دون ان ارده بالاحسان، بقول له لا اخطأت وهذه البينة وهذه الحجة، فما ظنك برجل ترأس هذا؟ فلا شك انهم من مثل ما قال عليه الصلاة والسلام دعاة على ابواب جهنم. غيرهم اللي هم الفرق يا اخوانا كالاخوان المسلمين وكالأحزاب الأخرى ومن مثل من حمل السيف على المسلمين، كل من حمل السيف على المسلمين
فهو في وعيد نبي الله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من حمل علينا السلاح، من حمل علينا السلاح فليس منا. وكم مرة حدثتكم بهذا أخوانا؟ كم مرة؟ لما بدأت تتقلقل مصر بعد ولاية الإخوان المسلمين فيها، صار في اليوم يعني فيها ما فيها المعارضة وأمثالها ينزلوا على الشوارع، وصار في هيشات ومناوشات، صحيح، وبعض القتل، بما أفتاهم الدكتور العلامة فقيه العصر شيخ الإسلام المضغوط عليه الدكتور يوسف القرضاوي، بما أفتى أهل مصر لما في رجل يعني صلم رجل أذن رجل قطعها، قطعت، بما أفتاهم جديد، قال لهم: يا إخواننا لا يجوز، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يرفع الرجل على أخيه سلاحا ولو مازحا. دكتور يوسف يفتي أهل مصر أنه لا يجوز لهم أن يتقاتلوا ولا يرفع المسلم في وجه المسلم سلاحا ولو كان مازحا، فإن الملائكة تلعنه. هيك بكلهم جديدة. طيب والشام؟ طب ليبيا؟ هذول ما صلموا آذانهم ولا جدعوا أنوفهم، هذول استأصلوا أنفسهم من البلاد، يعني الدماء أنهر في البلدين، وهو نفسه الآن يغذيها ويعني يزكي نارها وأوارها ولا يكف عنها كالوزغ. في مصر قالهم: لا، لا تفعلوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم علينا هذا ولو كنا مازحين. هيك بيقولهم. فاهم؟ هذا القول منه حتى لا يدع لأحد منكم شكا فيه ولا ريبة فيه أن الرجل شيطان، شيطان. كيف يتقلب أخي؟ عجيب، كيف يتقلب؟ يفتي بهواه وهوى حزبه وسلطانه وأميره وهوى الشعوب اللي بيسميها، هو مع الشعوب. الثانية، الفرق اللي قلت لكم، يعني أنا كل ما أجي أدرس في المسجد الأقصى بيقوم لك على هذه النواحي المسجد من أطراف الفرق والأحزاب ونسل الخوارج اللي الوزغ الذي يعني يدعو على المسلمين بالشر ويكيد لهم. أنا سمعت حزب من الأحزاب المتأسلمة هاي بيقول لك اللي صار فيما يخص الكيماوي في سوريا الشام، أن أمريكا علمت أن الجهاديين ملكوا السلاح الكيماوي وهم قاب قوسين أو أدنى من ضرب النظام السوري فيه، فعاجلت أمريكا الآن لتأخذ أو تكف أيديهم للجهاديين اللي هم الساعين إلى إقامة دولة الإسلام وخلافة الإسلام، ففعلت أمريكا هذا الآن نصرة للنظام السوري وتعطيلا لإقامة الخلافة. ماله؟ أحسنت. فعجيب، ما هيك بتقول يعني أنت فاهم إنه أنا بستخف فيهم مثلك، هذول اللي أنا أتحدث عنهم يا أخي يعني يحدثون الناس أنهم أعمق الناس فكرا وأنورهم فهما، بفكروا بهذه الطريقة. سألوا الله العافية على كل، كبروا الله. الأحاديث بينة جلية، قلنا أن ليس للمسلم أن يقاتل المسلم، هذا معلوم. غيرت أنا هذا أخوان لما الإخوان المسلمين والدكتور محمد مرسي تولوا مصر، غيرت فتواي وقلت لأهل مصر اخرجوا قاتلوا. لما قالوا لمرسي ارحل، أنا ماذا قلت لخصمي من فرقة الإخوان المسلمين؟ قلت له: لا ترحل. ليه؟
يعني لسواد عينيه توددا إليه. فكرك أنا قلت هذا؟ لأننا لا نبدل ديننا، هم يبدلون دينهم صحيح، إنما قلنا له لا ترحل، لا نعلم عن نبي الله أن تخرج العامة في الشوارع تقول لأميرها ارحل ارحل مش عايزينك. شيك أخوان، إنما هم دينهم صباحا ليس كدينهم مساء، إنما ديننا بحمد الله ما أعاننا الله واصب لا نبدله. كبر الله. فسألوا الله العافية والكفاية من شر هؤلاء جميعا، الكافرين والمنافقين من أعداء المسلمين وعلماء ضلالة وأحزاب وفرق فرقت صف المسلمين.